أنا آسفة أستاذ مازن، ما قدرت أجي على تجربة الأداء، بس كان عندي ظرف عائلي. يعني بتمنى منك تعطيني فرصة تانية، وإن شاء الله بكون عند حسن ظنك. في مجال نرتب موعد ونلتقي بكرة؟ إيه كتير منيح بكرة بنفس الكافيه؟ إيه ما في مشكلة، خلص اتفقنا، مع السلامة. كرومي، أنا ما قدرت أروح على تجربة الأداء الأولى، بس المنتج أعطاني فرصة تانية. كرام يا حبيبي، مثل ما بتهمك سعادة أخوك ومرته، لازم تهمك سعادتي. مو أنا مرتك حبيبتك؟ كرم جاوبني، أنا ما بدي ضايقك، بس كمان ما بدي أتخلى عن أحلامي وطموحاتي. أنا خسرت تجربة الأداء أول مرة، ما بدي أخسرها مرة تانية. حبيبي، أنا بحاجة لموافقتك ودعمك لحتى أنجح. كرام، كرم لو سمحت، ماشي. عن جد عم تحكي؟ شكرا حبيبي، شكرا. عن جد عن جد بحبك كتير كتير كتير، وأنا بحبك.